نحن البشر صناع واقعنا، نصنعه بإرادتنا ووعينا. واقعنا بين الأسئلة والأجوبة، معي أنا أحمد برقاء. أيها السيدات، أيها السادة، ما الذهنية؟ كل الناس بيقولوا يا أخي هذا ذهنيته متخلفة، هذا ذهنيته ثأرية، هذا ذهنيته ذهنية فلاحية، هذا ذهنيته ذهنية مدنية، هذا ذهنيته ذهنية بدوية، هذا ذهنيته أوروبية، هذا إلى آخره، ذهنيته تجارية، هذا ذهنيته انتهازية، هذا ذهنيته براغماتية نفعية. لاحظين، نطلق صفات كثيرة على هذا المجتمع، ذهنيته كذا، هذا الحكم ذهنيته كذا، هذه الطبقة ذهنيتها كذا، هذه الفئة ذهنيتها كذا. شو الذهنية؟ شو يعني لما نقول ذهنية مونتاليتي؟ شو يعني ذهنية؟ الذهنية يا سادة يا كرام، جملة من الأفكار والتصورات والعقائد والقيم والمعارف موجودة في العقل، وتتعين تظهر في السلوك. إذا سلوكي أنا في هذا العالم ناتج عما يختزنه عقلي من أفكار وعادات وتقاليد وقيم ومصالح وأفكار وآمال ذهنية. هيك بتتكون الذهنيات. خليني أبدأ من أبسط الأشكال إلى أعقدها. كل فرد له ذهنية. ذهنية الفرد متكونة من جانبين: جانب التربية التي كونته، وجانب قدرته على تكوين ذاته. ويمكن يصل الفرد إلى ذهنية خاصة فيه غير مرتبطة بالذهنية التي ورثها عن أسرته أو مجتمعه. يعني أعطيكم مثال على ذلك. صديق إلنا ابن عشيرة كبيرة في شمال سوريا، كان يدرس معنا بالاتحاد السوفيتي سابق، جاء هاربا، ما طول، جاي زيارة وبعدين فورا يجي. خير، ليش ما طول؟ قال والله يا أخي صار في قتل وبدهم إياني أقتل. كيف بدهم إياك تقتل؟ قال لي والله، لأنه اللي انقتل له درجة من القرابة أو هو سيقتل بوصفه قريب من، المهم في شيء اسمه قتل مرتبط بالثأر. الثأر ذهنية، بس ذهنية قديمة. وكان الثأر له وظيفة، إنه يكون، وشو وظيفة الثأر؟ إنه أي واحد بده يفكر بقتل آخر بده أيضا يحسب حساب ثأر الآخر منه، فبيحجم عن القتل، لأنه بده يثأر مو بس منه، من أي واحد من عشيرته. مو بس هيك، افترض إنه قتلوا واحد بمرتبة مدرس ومشهور، فبتصير أهل المقتول، عشيرة المقتول بدها تقتل أحسن مدرس عند أهل القاتل. هاي ذهنية. هذا الفرد متحرر من هذه الذهنية، ما بده إياها، وهو بالتالي ذهنيته كونها من جديد، إنه هو لن يقوم بفعل الثأر انطلاقا من ذهنية التي ورثها عن أهله. إذن هو تخلص من هذه الذهنية، صار له ذهنيته الخاصة فيه كونها. صرنا نقول عن ذهنية سين من الناس، هيك ذهنيته، انطلاقا من إيش؟ من السلوك اللي بيسلكه في العالم. الموقف من المرأة ذهنية في
بروفيسور روسي، كان بيسأل دائما: صحيح يا انتو بتتزوجوا خواتكم؟ ايه انو كيف نتزوج خواتكم؟ ممنوع، شو ما بصير عنا، حرام، هاي محارمة، اسمها حرمة اصلا، من المحرمات هاي. كل مرة يسألك: يا اخي ما بنتزوج خواتنا، شو الحكي؟ هلا تبين فيما بعد انه بنت العم وبنت الخال وبنت الاخت وبنت الخالي والى اخره هم باللغه الروسيه ردنايا برات، يعني ردنايا سسترا، يعني خوات، يعني انا بنت عمي اختي. هلا بالذهنيه الروسيه بعاداتهم والتقاليد لا يمكن يتزوجوا الاقارب، يعني هاي اخته. ذهنيه عربيه بالعكس، كان ابن العم اذا ما وافق على زواج بنت عمه ما بتزوج، بده اياها اله. طبعا في ناس تحررت من هالذهنية، ما عادت تلتزم فيها، بس هذه ذهنية قديمة، وما زالت بعضها، ما زال بعضها مستمر في هيك ذهنيات. هلا انتو خدوا ذهنية المديني وذهنية القروي، انا ما عم بقول مين احسن ومين اسوأ، الان ذهنيات عم تتكون موضوعيا. يعني انت في القرية بأي وقت بتروح بتدق الباب على صديقك بدون موعد، بدون شيء، او على اهله، بيستقبلوك الاهل واهله وسهلا، ولو استنى اذا ما موجود استنى واقعد. بالمدينة لا، انت بدك تاخذ موعد وتروح لعنده، عنده على البيت. هلا المشكلة وين احيانا؟ انه بنتقلوا بعض القرويين الى المدينة، وضعهم السكني ما بسمح بممارسة عاداتهم وذهنياتهم القديمة، بيجوا أهل أهله بعادات بذهنيتهم، بيجوا لعنده بدهم يناموا عنده، وهم عنده مكان ينام مثلا، ما عنده مكان ينام إلا لإله ولزوجته. هذا شيئا فشيئا بتخلصوا من هذه، في ذهنيات بتتكون تاريخيا انطلاقا من الدين. بالمناسبة قبل ما أحكيها، أحياناً الإنسان لا يشعر بالذهنية، هي مثل عفوي، كيف أنت بتمشي بدون ما تفكر كيف تمشي؟ كيف أنا بحرك إيدي بشكل عفوي الآن؟ الذهنيات تتحقق على الأرض بشكل عفوي بدون ما أعرف ليش، هاي ذهنية تكونت. هلا الذهنية الدينية ذهنية تقوم على فكرة أساسية، فكرة الالتزام بالخطاب الديني وقيمه. يعني إذا واحد يلتزم بالذهنية الدينية لازم يكون على علاقة حميمة مع الجار، بقول لك يا أخي هذا جارنا، والله وصى بالجار لسابع جار. ذهنية، ذهنية الكرم، ذهنية العطاء، ذهنية الإعطاء السائل وأما السائلة فلا تنهر، هذه بتصير هاي عادات، يعني بتصير ذهنية. هلأ داخل المذاهب تتكون ذهنية. بالمناسبة أعطيكم مثال على ذلك، إذا قعدت مع شيخ سني وشيخ علوي وشيخ درزي وشيخ صفات، هذول الشيخ السني رجل الدين يعني، او السني بشكل عام، فورا بيقدم لك كل الخطاب السني، لانه خطاب معروف وموجود وبالاف الكتب موجود، وبيعطيك مليون مرجع والى اخره، ما عنده شيء يخفي. بتناقش شيخ علوي أو شيخ درزي، ذهنيته إنه هذا دين لا يجوز الاطلاع عليه، فبيمارس معك التقية، بصير هو ما بده يعطيك شيء، هذه نية، وهو حقه إنه هيك تتربى ذهنيته، يعني ما عم نقول هذا سيء أو جيد، لا، هاي ذهنية. هلأ قد تنعكس هذه الذهنية في السلوك، في الحياة قد تنعكس. تأخذ الذهنية الثأرية،
تاريخية ذهنية متكونة بالتربية. وقس على ذلك الذهنيات مع التقدم التاريخي، بلا كلمة تقدم حتى ما حدا يتب علينا أنه في واحد متقدم وعم تأخر، مع التغيرات التاريخية تتغير الحياة، تتغير. هلأ ما في أثر على من أوروبا على الثقافة الشرقية العربية؟ طبعا في أثر. اتكونت ذهنيات انطلاقا من أثر الغالب على المغلوب. هذا حكم عنه مين؟ ابن خلدون. لذلك تجد أحيانا أنت في بيروت بلحظة من اللحظات، بلحظة من تاريخها، أنت في مدينة أوروبية بعاداتها وقيمها وتقاليدها وإلى آخره. الذهنية اللي تكونت بمطعم، بوجود مطعم، ووجود نادي قمار، ووجود خمارة، ووجود إلى آخره، ذهنية تتكون من جديد بمختلفة عن ذهنية مجتمع مغلق. المشكلة وين؟ المشكلة في إنك يكون عندك أثر من ذهنية أخرى وتحتفظ بذهنيتك. في صديقنا الله يرحمه، نسيت اسمه هلأ، له كتاب البنية البطريركية، البنية البطريركية، بضرب مثال حلو على الذهنيات وكيف تتشابك وبصير في عندي خليط من ذهنيتين متناقضتين. المكتب، انت في دائرة، شو هي الدائرة؟ الدائرة مقر حكومي من أجل تصريف أعمال الآخرين. أنت مدير دائرة، إذن أنت موظف، بيجيك شخص له معاملة يجب أن تنفذ له هذه المعاملة بالطريقة القانونية. هذا هو المكتب، مكتب المدير. لكن مكتب المدير هذا، المدير قد يقول لشخص للمستخدم سكر الباب، لا تخلي حدا يدخل لأنه عندي ضيوف، فبيحول المكان، بيجيب ضيافة، بيجيب ضيافة، شو بتشرب؟ بتشرب كذا. وأحيانا بيجيب أكل على المكتب إذا عنده ناس بيأكلوا بالمكتب. هلأ هذه الذهنية، إنه هو ذهنية المضافة، ذهنية المضافة استبقاها بعقله وصار يمارسها في مكتب، يحتاج إلى ذهنية متحررة من ذهنية المضافة. هلأ بدك تمارس ذهنية المضافة، مارسها فين؟ بالمضافة. أما أنت مدير دائرة ووزير ومكتبك بتمارس فيه ذهنية المضافة، ما بمشي الحال، لأنك أنت سويت المكتب، أعطيته وظيفة مختلفة عن الوظيفة التي أنشئ من أجلها المكتب، من أجلها المكتب، صح؟ هذه ذهنيات. تخيل أنت تحكم بذهنية القرابة، هي أخطر أشكال الذهنيات بالمجتمع. شو يعني تحكم بذهنية القرابة؟ يعني بصير عندك انت حاكم بعصبية عائلية عشائرية طائفية، بتوزع المناصب انطلاقا من ذهنيات ذهنية القرابة اللي انت عليها. هذا يعني انك انت قضيت على ذهنية الحاكم في القرن 2021، مو هيك الذهنية هاي؟ لأنه الحاكم هو لا يمثل لا أقربائه ولا زوجته ولا أولاده ولا طائفته ولا شيء، الحاكم بيمثل الشعب.
مش انت بتروح على الاستفتاء وب 99% انتخبك تقول انا 99 انتخبني؟ اذا انت هدفك الاساسي 99%، مش هدفك الاساسي انك توزع السلطه انطلاقا من ذهنيه القرابة اللي انت بعدك حاملها. هذا يعني انك انت دمرت مفهوم الحاكم، لان مفهوم الحاكم مفهوم حديث. الوزير صحيح قديم، بس الوزير المعاصر ثمرة التحديث، ثمرة الحداثة. الجامعة ثمرة الحداثة. أنت لا يمكن إطلاقا أن تمارس حداثة بذهنية ما قبل حداثة، وهي ببساطة ما بتقدر. بتخرب المجتمع، بتخرب الدولة، بتخرب المؤسسة. والله هذا ابن عمي، حطونا يا وزير. لك حتى على مستوى واحد متوسط، خلي هذا بدنا نسويه مغني. يعني في بعض القضايا تحتاج إلى مواهب طبيعية، ما حدا بيخلق موهبة غناء عند حدا إلا إذا كان واحد عنده موهبة. كانت بيقول العبقرية لا تعلم، ما بحدا بيقدر يخلق عبقري، بيقدر يطور العبقرية. ما واحد خليه يغني، ما بعرف يغني. هاي ذهنيات انك انت عم تفكر بعالم جديد بذهنية عالم قديم. منين عم بستمد هذا الاخ سلطو اخو الرئيس؟ من انه اخو الرئيس. شو علاقة اخو الرئيس بالسلطة؟ اخوه. شو شغلتك اخوه؟ ابصي هلا في عندي انا مستويات من التاريخ، ما بقدر احكم على تاريخ ماضي بذهنية الحاضر ولا بتاريخ مجتمع بذهنية مجتمع اخر، ما بقدر. لذلك انا محاضرة في حلقة أخرى تتحدث عن فكرة البنية، بنية المجتمع، وشلون نقدر إحنا نفهم المجتمع انطلاقا من بنيته. ليش؟ لأنه بسنرى إنه الذهنيات مرتبطة بالبنى، بالبنية المجتمع. إنت الخطورة لما بتكون بنية المجتمع متناقضة مع بنية فئة حاكمة، يعني بيكون المجتمع متقدم بما لا يقاس عن بنية حكامه، عندها يكون هناك دمار للمجتمع ولسكان. لذلك بالحلقة القادمة سأتحدث أو سأسأل السؤال التالي: ما هي البنى؟ ما هي البنية؟ شو هاي البنية اللي الناس ما عم تفكر فيها؟ واللي ما بيفكر وبيفهم البنى لا يمكن أن يقيم سياسة حكيمة للمجتمع. أنت تفكر بالمجتمع انطلاقا من بنيته. هذا ما أتحدث عنه في الحلقة القادمة. شكرا لأصدقائي. يأتيكم عند 9 مساء ويعاد 1 ظهرا على راديو أورينت.